مش هناخد وقت اكتر من كده. Ladies and gentlemen, I give you Ms. Noor Al-Zaini, the corporate communications guru. مساء الخير على حضراتكم. لا انا عايزه بقى رايح، انتوا طلعتوا وطلبتوا بريك عشان القهوه والشاي والانرجي، فاحب ان لما اقول لكم مساء الخير اسمع القاعه بتجلجل. مساء الخير. ايوه كده. انا اسمي نور الزيني، انا بشتغل الجنرال مانجر اوف كوربريت كوميونيكيشن في بنك قناه السويس. بعمل حاجات تانية غير البنك. انا بدرس في الجامعه الامريكيه، بدرس تسويق وبدرس علاقات عامه، بدرس مع الاتحاد الدولي لكره القدم، بدرس اعلام رياضي، ومديري قاعد هنا بيقيمني، فلو النهارده ما عملتش كويس يبقى ربنا يستر. الاتحاد الدولي لكره القدم داخل منارة العلم جامعة القاهرة، صح كده؟ شكلي خلاص الشغلانة راحت مني. أنا يعني الحقيقة النهاردة أنا سعيدة جدا إنه أنا عرفت إن في شباب كتير جايين النهاردة يسمعوا طلبة من الجامعة، يسمعوا إيه هو الماركتينج، والحقيقة دي إنديكيشن كويس جدا، لأن إحنا مصر مجتمع شاب جدا، أكتر من 60% من التركيبة السكانية لمصر شباب تحت 45 سنة. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لازم هنشتغل على ان احنا نعدل الاستراتيجيات بتاعتنا عشان نخاطب الشريحة الكبيرة. عايزة اقول لكم على حاجة، انا من الجيل القديم اللي لما كان يحب يتفرج على فيلم كرتون كان بيعمل ايه؟ يوم الجمعة الساعة 10 الصبح كنت بستنى سينما الاطفال، ولو كنت عايزة اتفرج على فيلم اجنبي كنت بستنى يوم الاربعاء بالليل اتفرج على اختارنا لك او نادي السينما يوم السبت. طب النهارده لو احنا عايزين نكلم الاطفال ونعمل لهم اعلان، يا ترى ممكن نعمله لهم فين؟ ممكن حد تفضلي؟ سوشيال، يوتيوب، في حد عنده راي تاني؟ تفضلي. فيديو جيمز، سوشيال، يوتيوب، في حد عنده راي تاني؟ تفضلي. بلاي ستيشن واكس بوكس، فين تاني؟ فين؟ طب قنوات ايه تانية؟ في قنوات تانية بيتفرجوا عليها الاطفال؟ افندم، نيكلوديان، سبيس تون، سي ان، كارتون نتورك، اند سو اون. معنى كده انه الموضوع مختلف، الموضوع فيه تحدي وتشالنج كبير جدا. الاول انا كنت بتكلم يوم الجمعه الصبح، يعني في وقت معروف الساعه 10 الصبح في قناة وهي القناة الأولى. الموضوع اختلف. أنا لما سألت حضراتكم هو إحنا لما أنا عايز أحط إعلان والإعلان ده يخاطب الأطفال أروح فين، سمعنا إجابات كتيرة جدا جدا مختلفة. التكنولوجي عملت لنا تشالنجز، بس في نفس الوقت غير إن هي عملت لنا تشالنجز برضو سهلت لنا حاجات كتير. طب أنا هديكوا تشالنج تاني غير التشالنج بتاع التكنولوجي. لو سمحتوا كل في حد معاه ورقة فاضية يرفعها كده، عايزة ورقة فاضية مع كل واحد، عايزه اقطعوا ورقه فاضيه، نقطع ورقه فاضيه من البلوك نوتس. كل واحد معاه ورقه فاضيه دلوقتي ممكن نرفعها بس عشان نشوف الورق اللي فاضي. طيب ممتاز. انا هطلب من حضراتكم نعمل حاجه، نعمل اكسرسايز كده صغير مع بعض عشان عايزه اوريكم التحدي التاني. انا هطلب من حضراتكم ان انتوا تغمضوا عينيكم وهقول لكم على بعض التعليمات اللي تطبقوها على الورقه. لو حد سالني انا مش هرد. بعد ما هنخلص التعليمات دي كلها هنفتح عينينا ونشوف كلنا وصلنا لايه. جاهزين؟ لا، هو فين الانرجي؟ جاهزين؟ طيب كله مغمض عينيه، فضلكم الاورجنايزر نتاكد بس ان كله مغمض عينيه. اتني الورقه نصين، هكررها تاني، اتني الورقه نصين. هنقطع جزء من الجنب اليمين الاعلى، هنقطع جزء من الجنب اليمين الاعلى، هنتني الورقه نصين تاني، هنتني الورقه نصين تاني، هنقطع جزء من الجنب الشمال الاسفل، هنقطع جزء من الجنب الشمال الاسفل، اقطع اي جزء من الورقه، هنقطع اي جزء من الورقه. طيب انا عايزه حضراتكم تفتحوا عينيكم ونفرد الورقه اللي معانا.
ولو ممكن حضراتكم تفردوا الورقه اللي معانا ونرفعها فوق، انا شايف اقنع زوره. ممكن حضراتكم بس تبصوا على النتائج الاخرى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حد ممكن يقول لي هو ايه اللي حصل في الكوميونيكيشن؟ كل واحد ايه اللي حصل؟ كل واحد؟ طيب انا اللي بيجاوب معايا بياخد نجوم. انتوا جاوبتوا معايا قبل كده ليكم نجوم، اوكي؟ بس حقيقي حد من الاورجنايزرز يديها. طيب كل واحد نفذها على حسب احساسه، ايه تاني؟ اتفضلي. كل واحد سمع المسج بطريقته الخاصه. سمعها وفسرها بطريقته الخاصه. اتفضل حضرتك. عمل اللي فهمه. ايه تاني؟ اتفضل حضرتك. البرسبشن مختلف. ايه تاني؟ ها الشباب، فين شباب الجامعه؟ اتفضل حضرتك في الاخر. بالظبط، مفيش هدف معين هو بيعمل كده ليه. احنا النهارده زي ما حضراتكم شفتوا ان نتائجنا كانت مختلفه. ليه؟ لان احنا الباك جراوندز بتاعتنا مختلفه، التعليم مختلف، طريقه التربيه مختلفه، الحي اللي اتربينا فيه مختلف، الديانه مختلفه، تاثير الشغلانه اللي انا بشتغلها برضه مختلف. فالاختلافات الكتيره دي خلت ايه؟ بقت صعبه علينا احنا في الكوميونيكيشن. فاكرين التحدي الاولاني اللي كنت بكلم حضراتكم عليه؟ التحدي الاولاني اللي هو ايه؟ احنا النهارده عايز اعلن، هعلن فين؟ اروح فين؟ عندنا تشانلز كتير جدا في الكوميونيكيشن. التحدي التاني احنا النهارده موجودين اهو عينه من الجمهور. فالجمهور ايه؟ احنا مختلفين. فده خلى عند الماركتيرز تحدي كبير جدا. طب نعمل ايه؟ التكنولوجيا صحيح هي ساعدتنا في ايه؟ ساعدتنا ان السرعه، سبيد اوف انفورميشن. يعني ايه سبيد اوف انفورميشن؟ يعني انا النهارده ببساطه شديده جدا انا اقدر ابعت بالك ايميل. يعني انا لو عندي الداتا بيز بتاعت كل العملاء بتاعتي كلهم حاطين الايميل بتاعتهم، اقدر ابعت لهم نيوز ليتر يقدر يوصل لعدد كبير جدا من العملاء في وقت قصير جدا. بالك اس ام اس اقدر اعمل ماس اس ام اس. زمان كنت لو احتجت ان انا اعمل حمله دعائيه ابعتها بالبريد كانت ممكن تاخد فتره طويله عقبال ما توصل، ويا عالم اذا كانت وصلت ولا لا. لكن انا النهارده بقدر احدد انا عايز ابعت الرساله لمين، واقدر كمان اقيس رد فعله ايه. ار او اي، هنسمع الكلمه دي كتير قوي. لان خلي بالك احنا ما عندناش اللوكجري، ما فيش حد ماسك الكوميونيكيشن في شغلته هيروح يقول لمديره انا عايز اعمل حمله تلفزيون في رمضان فهدفع 12 مليون جنيه بس ها عشان ابقى متشاف، وهيقول لك اه اتفضل خد ال 12 مليون دي. ما بيحصلش في الواقع. في الواقع انت لازم تقنع المانجمنت تقول لهم والله انا هصرف في ايه وايه المردود اللي هيجيلي. فاحد الحاجات اللي بنسميها ذا بيوتي اوف دلوقتي الكرنت افكت اون تكنولوجيا على الميديا، تقدر تقيس. تبعت دايركت اس ام اس، هتقول للكول سنتر انا حطيت عملت اس ام اس، هتقول اديني تقرير قول لي كام حد اتصل وسال على ايه، وانت كمان اشتغل على ان انت تبيع له الخدمه او المنتج. فالنهارده حاجه من الحاجات اللي التكنولوجيا سهلتنا سبيد اوف انفورميشن ريليفنس للتارجت ماركت. انا بقدر ابقى محدد شريحه معينه. يعني لازم انا ابقى دارس الداتا بيس بتاعتي اللي في الشركه بتاعتي، ابقى محدد العملاء والشرايح بتاعتهم واعمل كومبليت بروفايلنج للعملاء. طبعا الريتش اوف ذا كامبين بقدر اوصل لعدد كبير وقت قصير. فدي بعض الحاجات بنقول ايه؟ طيب التكنولوجيا ساعدتنا فيها. طيب انا طبعا قدامي ربع ساعه عشان اتكلم على الامباكت اوف تكنولوجي على الماركتنج. طبعا هي ربع ساعه كانت بالنسبه لي تشالنج ان انا اتكلم فيها على موضوعات كتيره، لكن انا فكرت ان احنا نتناول الموضوع عن طريق بعض الامثله. هنشوف بعض الشركات عملت ايه، ازاي استفادت من التكنولوجي. لما هتكلم على بعض الشركات ده مش معناه ان انا بعمل لها اندورسمنت او بؤيد اللي هم عملوه،
احنا كل اللي هنا بنحاول نعمله ان احنا نتكلم على نماذج ممكن تكون نجحت، ممكن النماذج دي كانت اتعلمت من الاخطاء بتاعتها. فاحنا هنبص على بعض النماذج اللي نشوف ازاي الشركات والمؤسسات استخدمت السوشيال ميديا او الديجيتال ميديا. طب عايزه اوريك كده بعض الاحصائيات. عندنا في مصر 55 مليون شخص بيستخدموا الانترنت، تقريبا يعني نص البوبيليشن بتاعتنا. طيب انا استفيد من الداتا دي ازاي؟ ده كمان بنقول ان 72% of the internet user they do not live without it. بيحصل لنا بانيك اول ما البطاريه بتاعت الموبايل تخلص وانا مش قادر ادخل على الفيسبوك واشوف ايه اللي بيحصل، او ان انا ادخل على الانترنت علشان في ايميل جالي. كم حد بيحصل له البانيك دوت اول ما البطاريه تخلص؟ طبعا كتير. بقى عندنا الكمبيوتر والانترنت سيندروم. طيب 79% of internet users are interested in online ads. ده معناها ايه؟ ده معناها ايه؟ افسر النسبه دي ازاي؟ الو عامل ايه ال 79% من الناس اللي بتستخدم الانترنت ممكن اقدر اوصلهم عن طريق الاونلاين ادز؟ بمعنى كده ان انا ايه؟ اقدر اعمل ايه؟ اوجه جزء من البادجت بتاعي. طب في انديكيشن او في تريند عرفته، عرفت ان انا من ال 50 مليون يوزر، من 55 مليون 79% منهم موافق ان هو او انترستد او ما عندوش مشكله ان هو يديله اونلاين ادز. طيب طب الناس اللي بتدخل على الانترنت دي بتعمل ايه؟ الناس اللي بتدخل على الانترنت 74% منهم they find information through the search engine. طب هستفيد من ده ازاي؟ معنى كده ان احنا محتاجين افهم غير ان انا احط الاد بتاعتي على السيرش انجن. يعني على سبيل المثال لو انت بتشتغل في شركه اتصالات وعايز الناس اول ما تيجي تسال على حاجه خاصه بالموبايل لازم اشتغل مع جوجل ان انا ايه اطلع لهم في الاول في السيرش، لان ده بقت وسيله ووسيله ماهاش مكلفه قوي بالمقارنه لو انا عملت اعلان تلفزيون. خلي بالنا انا مش بقول ان انا هلغي التلفزيون. هو النهارده الراديو لما طلع لغى الصحافه الورقيه، او التلفزيون لما طلع لغى الراديو، او الانترنت لما طلعت لغت التلفزيون، ما بيحصلش. كلها وسائل اتصال. احنا محتاجين از ماركتيرز ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نشوف ازاي نوظف وسائل الاتصال دي في ان انا اقدر اوصل للتارجت جروب بتاعي عشان اقدر احقق الربحيه اللي انا عايزها للاورجنايزيشن بتاعتي. طيب بيحبوا اللي بيدخلوا على الانترنت السوشيال نتوركينج، they like to do social networking. يبقى انا محتاج اعمل ايه كشركه؟ محتاج ان انا اشتغل على السوشيال كونتنت بتاعتي. يعني تخيلوا من 55 مليون اللي داخلين على الانترنت 72% منهم بيقول انا عايز، انا بدور على السوشيال نتورك، عايز اتكلم مع الاشخاص، عايز الناس كلها تشوف صوري، عايز اعرف الاخرين بيعملوا ايه واعمل لايك واعمل شير. تمام. يبقى انا انتوا كشركه تعملوا ايه؟ لازم نعيد التفكير تاني ازاي وانا ببني المحتوى بتاعي اللي بعلن عنه على الانترنت يبقى فيه سوشيال. Finding news and update 56% of users. هستفيد من البرسنتج دي بايه؟ انا النهارده في الماركتنج احنا مش كل حاجه انت بتشتغل على ان انت بتعمل اعلان عن الخدمه او المنتج بتاعك. دلوقتي الترند ان انا لازم ادي فاليو للكاستمر بتاعي. يعني انا على سبيل المثال بشتغل في شركه فارماسيوتيكال، بشتغل مثلا في الادويه اللي بتعالج السكر، مش هيبقى همك بس ان انت تبيع الدواء ده للاشخاص المصابين بالسكر، هو طبيعي هيبقى عايز، لكن الكاستمر هيفضل فاكر البراند نيم بتاعك لو انت عملت له ادد فاليو. زي ايه؟ انت ممكن تيجي في يوم مثلا في الصيدليه في اليوم اللي هو العالمي للسكر تقول انا جايب حد معايا
نيوتريشن يجي او يساعدك ازاي وانت بتاخد الدواء، ازاي انت كمان تنظم الاكل بتاعك. احنا كمان معانا جهاز لقياس السكر، تبتدي انت تعمل نيوز، تعمل اخبار وتحط الاخبار دي، استخدم الارم بتاعك بتاع البابليك ريليشن ان انت تحط اخبار، اخلق انت الايفنت وانشر عنه وحطه. طيب شايفين السلايد دي؟ بالنسبه لكم فيري فاميليير، لما بنقعد كلنا على السفره او نقعد كلنا بنتقابل هتلاقوا كل الناس عامله ايه، حتى وشها في الموبايلز، مش كده؟ ده this is the trend. كان الاول ناس بتقف تقرا الجرايد، كله دلوقتي ماسك الموبايلز، موبايلز 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 موبايلز. احنا عندنا الفيسبوك عندنا اكتر من 33 مليون يوزر. على فكرة الرايز اب بتاع الفيسبوك عنيف، احنا في 2010 كنا ايه 2-3 مليون، النهاردة في 2016 يعني في خلال 6 سنين طلع من 2 مليون او 3 مليون لاكتر من 33 مليون. تصوروا بقى ال 33 مليون دول بيدخل على الفيسبوك ازاي؟ بيدخل على الفيسبوك عن طريق الموبايل، 88% من اللي بيدخل على الفيسبوك بيدخل عليه من خلال الموبايل. ده كمان الفيسبوك، شوفوا قد ايه الموضوع تارجتد وقد ايه انت من خلال الانفورميشن تقدر تعرف انت هتوجه الصرف بتاعك فين. اعلى نسبه موبايلز سامسونج، هواوي، ابل، اتش سي اند اذرز. معنى كده ان انا محتاج ان انا لما ابني الموبايل ابلكيشنز بتاعتي هيبقى الموبايل ابلكيشن هتبقى موجوده على ابل ستور او بلاي ستور في سامسونج. انا مش فاميليير قوي بسامسونج لان انا ابل فور ايفر. طيب عايزين نشوف بقى بعض اكزامبل اوف كومبانيز عملت حققت نجاحات او اشتغلت على الحته بتاعه الموبايلز. بيقول لك فكره بسيطه جدا، اتس ان ايديا بس هم دي يوتيلايز الموبايلز فور ات. طب هم عملوا ايه؟ موضوع بسيط جدا، احنا بنحتاج نبقى عارفين هو الشارع فين، في زحمه ما فيهوش زحمه. فالناس دي استغلت النيد و they combined it مع التكنولوجي وقدرنا ان احنا ايه عمل الابلكيشن دي. في ابلكيشن ثانيه اسمها اقرا لي. اقرا لي دي ايه؟ تصوروا انت النهارده بتبقى قاعد عايز تقرا كتاب معين، فالكتب دي متحمله على الابلكيشن، فانت بتسوق ونفسك تقرا كتاب او تسمع يعني، عشان الواحد هو بيبقى سايق انت مش هتقدر تمسك كتاب وتقراه، بس انت بتقضي وقت طويل قوي في الترافيك. استغلوا الفرصه، اهو في ماركت نيدز، هو دور على النيدز وخلق له سيرفيس، والسيرفيس دي استخدم فيها التكنولوجي. تركيش ايرلاين عملوا ايه في الانفستور ريليشن؟ عارفين يعني ايه انفستور ريليشن؟ العلاقات مع المستثمرين. يبقى انا لازم كل المستثمرين يبقى عندهم قوائم ماليه محدثه، بيبقوا عارفين قواعد الحوكمه بتاعتنا اند سو اون. هم عملوا ايه؟ عملوا ابلكيشن على الموبايل يقدر فيها المشتري الاسهم ان هو يدخل على الابلكيشن دي يلاقي الفاينانشال ستيتمنت ويلاقي كل المعلومات الماليه، لان هو حط فلوسه في الشركه فعايز يطمن على فلوسه. انا مش عايز اقوم اطمن على فلوسك، دي دايما بتفكرني بالبنك الاهلي. من خلال الابلكيشن دي بيقدر ان هو ايه يشوف الفاينانشال ستيتمنت بتاعته، كل ايه الفاينانشال ريليفنت ريبورت ده، كمان بيشوف الاوفرز وبيشوف الموقف بتاع رحلات اند سو اون. كومبانيز ار يوتيلايزنج تكنولوجي، حد يعرف مين ده؟ يوسف عثمان. يوسف عثمان عمل ايه؟ هو مثل فيلم واحد وهو صغير، فيلم اسمه بحب السيما. انا ما اتفرجتش على الفيلم ده بس يعني الكيس دي مشهوره قوي. فبعد ما هو مثل فيلم واحد ومبقاش حد يطلبه، قال لك اعمل ايه؟ راح مهرجان من مهرجانات السينما الكبيره جدا، حط الصوره بتاعته وهو صغير، راح ووقف قدام الصحفيين. طبعا هو خلي بالكم الصحفيين اللي بيصوروا على في المهرجانات السينما العالميه وريد كاربت الحقيقه بيهتموا قوي بالنجمات ولابسين ايه واحسن دراس واوحش دراس والكلام ده كله. طب هو هنا كان بيحاول يعمل ايه؟ يلفت الانتباه، صح؟
لان هو كده لو هو ماشي وهو ماشي عادي عادي يعني هو مش معروف لدى المصورين الصحفيين، فحب يلفت الانتباه جه ورفع صورته وهو صغير. طبعا ده خلى ايه؟ مين ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اتصورت الصورة اتونت فايرل على الفيسبوك، ابتدى اسمه يطلع تاني على الساحة الفنية. It's about the idea مش التكنولوجي. انا حافظة اقول الكلمة دي لغاية اخر السلايد. عندك الفكرة والفكرة دي مختلفة وهتشد الانتباه في الكلاتر اللي احنا عايشين فيه. انا بسمع على ما كل مرة اسأل احنا بنتعرض لكام رسالة اعلانية كل يوم؟ حتى عارف احنا بنتعرض لكام رسالة اعلانية كل يوم؟ هاش ماركتيرز. حد عنده فكرة يقولي 3000 5000؟ حد يقولي رقم؟ احنا طول ما احنا ماشيين، احنا لو اي واحدة ماشي ماسكة الشنطة بتاعتها وعليها العلامة التجارية مايكل كورس فهي ده اعلان. لو انا لابس تيشيرت ومكتوب عليه نايك وده اعلان صح؟ لابس نظارة النظارة مكتوب عليها جوتشي هيبقى ده اعلان. فاحنا طول الوقت الماركات عمالة في كل حتة، في الاوت دور، في السوشيال ميديا، على الموبايل، افري وير. ففي كلاتر. فانت علشان لازم انت تدور على فكره، الفكره دي تخليك ان انت مميز وسط الكلاتر ده. طيب في حاجه من الحاجات اللي بتساعدنا فيها التكنولوجي اسمها كراود سورسنج. كل الشركات بتدور على الافكار، عايزه منتج جديد، عايزه فكره جديده للاعلان بتاعتها. تعمل ايه الكراود سورسنج ديت؟ انا بسال الجمهور واقول له اديني الفكره بتاعتك. شركه هاينز عملت كده. طبعا هم هنا بيقولوا جالهم اكتر من 8000 اعلان، يعني كان في منهم كويس وكان في منهم النص نص. يعني هم عملوا لهم فلتريشن ل 4000 ثم الى ان هم اختاروا الاعلان الاخير. ده بيعمل ايه في رايكم؟ حد ممكن يقول لي ده بيعمل ايه؟ لو انا الجمهور اللي انا بخاطبه قلت تعالى انت اشترك معايا قول لي فكرتك ايه عن المنتج او عايز الاعلان بتاع المنتج او الكلام ده كله، ايه اللي بيحصل في الحالات اللي زي دي؟ اتفضل. في جزء منها كاستمر ريتنشن، وايه اهم من ريتنشن؟ اتفضل. اللويالتي والانجيجمنت، اللي انا عايز الكاستمر بيبقى معايا بيفكر بيستخدم الحاجه بتاعتي. ده بيعلي كمان نسبه الشراء بتاخده للمنتج، لانه هيبتدي يشتري المنتج. طب احطه ازاي؟ اصوره ازاي؟ تبقى فكره الاعلان بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ هو فكره ان انا براند اكتيفيشن. ام سوري، براند اكتيفيشن. براند اكتيفيشن، اوكي. انا الحقيقه بحب ان انا ايه سمبليفاي في الكوميونيكيشن. احب سمبليفاي. يعني ايه براند اكتيفيشن؟ يعني ايه براند اكتيفيشن؟ ايوه، عشان هديكي نجمتين. It's a tool of the sales promotion. يعني تخلي الكاستمر تو انجيج ان هو يتفاعل مع البرودكت بنفسه، مش ان هو يسمعها مني او يسمع المسج، لا هو بيأكت فيه. اوكي. بيتعامل معايا بنفسه. هنديها نجمتين بعد عشان هي جاوبت. طيب. يجي بص تاني على برضه الانترنت. البرايس. عارفين الويب سايت ده؟ حد استخدم الويب سايت قبل كده؟ تريفاجو بيعمل ايه؟ النهارده انت لو عايز تروح لمكان معين او ديستنيشن بتدخل تكتب المكان اللي انت عايز تروح فيه وعايز تروحه من امتى لامتى، بيطلع لك مقارنه في السعر ما بين كل الاوتيلات اللي انت رايحها. فانت لازم تبقى مخلي بالك على انت ازاي السعر بتاعك among other competition، لان الكاستمر دلوقتي مش زي الاول هتروح تديله حاجه وخلاص هو هياخدها كده اهو. ها النهارده انا عايزه بس حد يقول لي اخر مره بيشترى موبايل عمل ايه عشان يشتري موبايل؟ ها حد ممكن يقول لي عشان عمل ايه؟ في حد من عملت سيرش؟ عملت سيرش. وبعد ما عملت سيرش طلعت ايه؟
طيب لما طلعت انت عملت سوق طلعت انواع مختلفه قعدت تقارن ما بين الانواع المختلفه، ايه اللي خلاك في الاخر تقرر نوع الموبايل اللي حضرتك تشتريه غير النيدز؟ ايه اللي اثر؟ ما سالتش حد؟ الواد احمد ده كان مع الشغالين. طيب ومفيش ما سالتش حد تاني استخدم الموبايل ده اذا كان الموبايل ده او شفت الريفيوز بتاعته اونلاين؟ كام واحد بيدخل على تريب ادفايزر؟ هو اللي بيصورنا ده تاني اهو تريب ادفايزر. قبل ما بتروح اي مكان تدخل تريب ادفايزر تعرف الريفيوز الناس بتقول ايه قبل ما تقرر ان انت فعلا هتروح الفاكيشن دي، لان انت بتعمل استثمار وخلاص. الكاستمر بقى ناصح يدخل يدور على المعلومه يشوف الاخرين بيقولوا عنها ايه قبل ما يقرر ان هو يشتريها. السوشيال ميديا انفلونسرز طبعا يعني الترند جديد. انا في بعض الاشخاص هم الاشخاص دول ما هماش يعني اشخاص عامه شخصيات عامه ولكن هم عندهم تاثير كبير جدا في السوشيال ميديا بالذات مع طبقة الشباب على الانستجرام. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبقى في حد الحد ده عنده فولورز كتير، من خلال الفولورز كتير دي الفولورز اللي هم كتير تيجي تبيع لهم اي منتج او اي فكرة. يعني على سبيل المثال تشوف الشخص اللي هو الانفلونسر ده يقول مثلا انا جعان، تبتدي الناس تقول له على السوشيال ميديا ترشح له مكان يروح ياكل فيه، يقول لا انا هروح المكان ده عشان المكان ده فيه الجوده الطعم اللي بحبه. يقوم كل الاشخاص اللي هم بيتابعوه يشوفوه بيستقبل الخدمه دي او بيشتري المنتج ده تقدير بيفولو ده. كل اندستري يعني الترافل والفاشن اندستري كتيرة جدا، كل اندستري من الاندستريز المختلفة ليها بنسميهم اللي هم بقى ايه الفولورز المخصصين بتوعهم. انا بحاول اسمبليفاي لان انا سألت هو مين اللي جاي؟ قالوا لي كل الناس جاية، تلاقي من طلاب ما يعرفوش يعني ايه ماركتنج لغاية سينيور مانجرز. فانا بحاول ان انا ابسط المعلومة على قد ما اقدر عشان نقدر كلها توصل لنا المعلومة. فالنهارده خلي بالك بقى السوشيال ميديا انفلونسر بتاع امبارح مش هو بتاع النهارده مش هو بتاع بكره. فانا حاولت ادخل على الانترنت واكتب التوب سوشيال ميديا انفلونسرز ان ايجيبت بيتغير. فانت محتاج ان انت يو هاف تو كيب ان اي على الترندز، لان برضو ان انت تربط المنتج بتاعك بشخصيه اوقات بيبقى فيه خطر لو الشخصيه دي كان عليها نيجاتيف امباكت. انت مش بتروح للسوشيال انفلونسر ده اللي هو فيري بوبولار وعنده ملايين عشان هو بوبولار وعنده ملايين وبس. لا، ده انا لازم اتاكد هو بوبولار وعنده ملايين والملايين اللي هم بيتابعوه دول هم التارجت جروب بتاعك، هم دول اللي انت لما هتبيع له المنتج بتاعك هيشتري منه. طيب انا حد تابع الانتخابات الامريكيه؟ الميديا الكونفنشنال ميديا التلفزيون كله كان بيقول مين اللي هيكسب هيلاري، لكن ما كانش هو ده الواقع. انا عايزه اوري حضراتكم فيديو هيوريكم ازاي الموضوع اصبح فيري سوفيستيكيتد، ازاي بيستخدموا التكنولوجي، ازاي بيعملوا بروفايلنج. في حد شغال الفيديو؟ هديك ستار بقى عشان انت طلعت. هتشوفوا ازاي هما بيستعملوا الداتا. Trump's mind readers quietly crunching away 5,000 pieces of data about every American adult. They're trying to get to know you better than you know yourself. They are psychological profilers, and their aim, to persuade you to vote for Donald Trump with political ads that match your personality. Alexander Nix is the CEO behind the Elite Brains at Cambridge Analytica. I think the data is extremely robust and proven to be so time and again. So confident, in fact, that he's writing down the name of the next US president.
Their big data goes beyond your voter profile or even your magazine subscription. This is micro-targeting with psychological profiling, and this is how it works. Using a survey placed on social media, they ask users to take a personality test. The answers group people under personality types. They then combine it with your voting history, what you buy, where you shop, and even what you watch on TV. With that, they say they can predict the personality of every single adult in the United States. And it doesn't end there. You can match them to cookies, to serve people adverts through social media and digitally, or we can match these data to television set-top box viewing data so that we can understand where the audiences that we're interested in, what programs they're watching, and we can then serve their messages during those shows. A hyper-targeted message that they say helped Ted Cruz build support in the Republican primaries. These two adverts show how the same message is tweaked by Cambridge Analytica to target two very different personalities, one a relaxed leader, the other a traditionalist. All of this data and micro-targeting doesn't, you know, turn a bad candidate into a good candidate, doesn't turn, you know, voters who are Democrats into Republicans. But if you're going to spend $1 billion, you want to be really ruthless about making sure that you're focusing on the right people. And that is why this little-known company has become such a powerful tool in politics. They had previously worked for the Brexit Leave campaign right here in the UK, and now Donald Trump is paying them $5 million in September alone in the hope their profiling will take him all the way to the White House. Isa Suarez, CNN, London. Meet Donald Trump's mind readers quietly crunching away 5,000 pieces of... طيب وإيه اللي حصل؟ هم درسوا السايكولوجي ودرسوا البيهيفير ودرسوا البرسوناليتي الأشخاص اللي كلها بتدخل أونلاين مش كلها الأشخاص المحتملين للعين هنا كانت حوالي 5,000 شافوا هما بيتفرج على انهي محطات تلفزيون الشوبينج بتاعه شكله عامل ازاي اللايف ستايل السوشيال ميديا هابتس ايه الكلام الكونفرسيشن اللي هي دايره اونلاين قدر عملوا مايكرو تارجتنج وقدر ان هو يوجه الرسائل بشكل مختلف بحيث ان هو يقدر يوصل للشخص اللي هو عايز يوصل له وبعد ما يوصل له يديله رساله اللي هتقنعه ان هو تو فوت فور هيم كيس ستادي تانية كي ال ام عملت ايه؟ كي ال ام فكروا في كامبين الكامبين دي كانت عبارة عن ايه؟ شافوا السوشيال بروفايلز لكل الاشخاص اللي هما بيستخدموا الايرلاين كان اي حد بيدخل بيعمل تشيك ان في المطار احنا طبعا ناس كتيرة في مصر قوي يحب ان هو يعمل تشيك ان بالذات في اماكن معينه راح ريكسوس فيروح عامل تشيك ان بصوا انا فين بقى انا في ريكسوس اهو فشافوا كل اللي عمل تشيك ان يوزنج كي ال ام ايرلاينز وعمل الهاشتاج ابتدوا دخلوا على السوشيال بروفايل بتاعه شافوا هو بيحب ايه وقرروا ان هو يجيبوا لهم هدايا بسيطه جدا مش حاجه ضخمه وكبيره ولكن حاجات بسيطه ادوها للكاستمر بتاعهم وهو قاعد بينتظر فور فري فطبعا الموضوع ده عمل امباكت كبير جدا على التويتر وعلى السوشيال ميديا زود عدد الفولورز كتير جدا على السوشيال ميديا وخلى كل الناس بتتكلم يا ترى ممكن اكون انا النكست كاستمر اللي بتجيله سربرايز تيسكو عملوا ايه تيسكو هي السكند لارجست ديبارتمنت او ستور في تشاينا هم عملوا ايه قالوا ان هم مستحيل يقدر ان هو يكومبيت مع البيجست سبلاير في تشاينا فقال خلاص انا بدل ما انت تروح للستور اي ويل برينج ذا ستور تو يو استخدم التكنولوجي هو عمل ايه حط الديسبلاي زي ما هي بالظبط ما تكون موجوده على السوبر ماركت بالموبايل ابلكيشن ده دي داونلود ابتدى اللي هو انا ببقى شايف المنتجات قدامي فبعمل سكان على المنتج اللي عايزه وبحط الكوانتيتي بتاعتي اللي انا عايزها then كل الحاجات دي بتوصل لي في البيت طبعا this was a success بالنسبه لتسكو ان هم استخدموا التكنولوجي هم على فكره هم استخدموا التكنولوجي لان هم لقوا need
لقوا ان الطبقه العامله كبيره جدا ما عندوش وقت يعمل شوبينج، مش هيقدر يكومبيت مع الستورز الكبيره، فقال انا هعمل حاجه مختلفه. الموبايل جيمنج اتس ذا ترند اند ذا فيوتشر. تحاول ان انت تشوف تختار جيم، الجيم دي كونكتد لللاين اوف بزنس بتاعك، هتعمل تاثير كبير. يعني هنا هاينيكن عملوا ايه؟ هما عملوا جيم مش مجرد بس ان هيحط الفلاش او البانر بتاع الكومباني، وات دي هاف دان ان الفولورز ديوينج ذا جيم ابتدوا تو جس، يبتدي يشوف ايه هي ممكن تكون احتمالات الفوز في المباراه. فانت كل ما بتبقى قريب لاحتمالات الفوز ايه اللي بيحصل، بتاخد بوينتس اند ذن يو كان ريديم ات. الموضوع ده عملوه viewed by over 700 million people. اخر حاجه كنت عايزه اتكلمكم عليها كيس ستادي بتاعت ايجيان ايرلاينز. شايفين دي بتقول ايه؟ in case of fire what you should do. ايوه حد يقول لي before نعمل ايه؟ before exit building before tweeting about it. حقيقي That's true. الناس عندها جنان بالسوشيال ميديا وبالتويتر والسيلفي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الايرلاين وهي نازله في مطار سان فرانسيسكو حصل لها كراش. طيب اول شاهد عيان على الكراش كانت كريستيانا. كتبت ايه على التويتر؟ Oh my god, a plane just crashed at San Francisco airport on landing as I'm boarding my airplane. طبعا كلنا طول الوقت احنا ماسكين الموبايل بتاعنا حاطينه كده ما يروحش في اي حته، لو الموبايل بتاعنا راح في حته يحصل لنا البانيك ان الموبايل مش موجود، فاحنا طول الوقت الموبايل في ايدينا وشغال. اول وهي واقفه مستنيه الطياره بتاعتها شافت الكراش، راحت مصوره وعامله تويت. التويت دي جننت الدنيا. ايه اللي حصل؟ ريبورترز طبعا ده حاجه ان في ايرلاين وحصل لها كراش، كل الريبورترز عايزين يعرفوا ايه اللي حصل، ازاي ياخد انفورميشن، ازاي ياخد ديتيلز. فكل الريبورترز دخلوا لها على التويتر وقالوا لها احنا عايزين نعمل معاكي حديث، حطوا ارقامها ان سو اون. اصبحت الشخصيه دي اللي هي مجرد ان هي شاهد عيان بقت هي اللي بتنقل الاخبار. اسمها اتذكر اكتر من 4450 مره في طول الارتكلز. كل ده والشركه والايرلاينز نفسها، الشركه نفسها مفيش، ما قالتش اي حاجه. First photo from a passenger it's Twitter بعد حوالي 18 دقيقه. عشان كده البوستر اللي كنت قلت لحضراتكم عليه، لو سمحت لو في فاير اطلع، دونت تويت جاست اكزيت. ده اللي بيحصل في الحقيقه. ناس عندها فوبيا اند وعندها يعني تيكينج بيكتشرز. فهو اخذ صوره للايرلاين وايلت واز كراشد 18 دقيقه. طبعا هي الايرلاين دي كانت جايه من كوريا، فطبعا هو حط الصوره دي على التويتر اكونت بتاعه. طيب الصوره اللي هو حطها على تويتر اكونت بتاعه دي راحت، كانت بتاثر بس على سان فرانسيسكو في امريكا ولا كان ليها تاثير في مكان تاني؟ الو طبعا في كوريا اصحاب الناس اللي دي جايه من هناك وشايله الناس بتاعتهم كوريا وتشاينا كل ايجيا. طيب بوينج ايرلاين على طول حطت ابديت على الفيسبوك اكاونت وعلى التويتر وعلى الويب سايت بتاعهم. ناشونال بورد اوف سيفتي حط برضو الانفورميشن على الويب سايت وعلى التويتر. مطار سان فرانسيسكو، اذر ايرلاينز، يعني احنا شفنا ان اذر ايرلاينز، مطار سان فرانسيسكو، شركه الطيران نفسها، كله ابتدى يحط انفورميشن على السوشيال ميديا ويقول ايه اللي حاصل او ايه المعلومات اللي عندهم، لو في رحلات متاخره في المطار هيتكلم عنها. تمام. بعد 8 ساعات من الكراش ايه اللي حصل؟ الشركه نفسها
ابتدت تحط ستيتمنت على التويتر. شايفين ان التصرف سليم في الوقت اللي احنا فيه في السوشيال ميديا؟ الاول الشخص اللي كان قاعد مستني الطائره بتاعته معاه الموبايل ريبورتد اكسيدنت 18 دقيقه، الشخص طلع راح مصور وقال لك اهو انا نجيت وبقيت كويس. كل الشركات الثانيه المتعامله مع في الاندستري بتاعت الايرلاينز ابتدت تحط انفورميشن. اما الشركه صاحبه الشأن نفسها استنت 8 ساعات. احنا دلوقتي في عصر ما يحتملش ان احنا نستنى الوقت ده كله قبل ما تطلع تعمل يور فيرست ستيتمنت اون تويتر. يا اما تقول ان انت تو اكنولج الحادث وتقول احنا لسه بندور على انفورميشن، او لو عندك انفورميشن تطلع تقول الانفورميشن. بس انت محتاج في الحوادث او الكرايسيس اللي زي كده ان انت تظهر التعاطف في الاول، وخاصه لما بتكون متعلقه بحياه الاشخاص. احنا هنا بيورينا بس سلايدز قد ايه السوشيال ميديا بتاعتهم دي وينت فيري هاي. طيب انا عايزه اقول باك تو ذا بيزكس. يعني ايه باك تو ذا بيزكس؟ السوشيال ميديا، التويتر، الفيسبوك، الانستغرام، الاونلاين، الاي كلاود، كل الكلام اللي احنا قلناه دي كلها تولز هتساعدني علشان اوصل للتارجت جروب بتاعي. فانا محتاج النهارده از ماركتير ان انا اعمل الهوم وورك بتاعي، اقسم السوق لشرايح سيجمنتيشن، احدد هي انهي شريحه اللي انا هخاطبها، واقيمها، اشوف الشريحه اللي هدخلها دي هتنعكس عليا بالبروفيت اللي انا عايزه ولا لا. يعني ما تخليش حد يقول لك تعالى اعمل اعلان عندي في الجورنال، او تعالى اعمل اعلان عندي في المحطه في البرايم تايم. البرايم تايم ده بالنسبه له هو، انت لازم انت تبقى عامل هوم ورك بتاعك. يا ترى البرايم تايم اللي هو بيتكلم عليه ده هو البرايم تايم بتاع الكاستمر بتاعك ولا لا؟ مش هتقدر ترد على السؤال ده الا ما انت تبقى عامل الهوم ورك بتاعك ده، دارس الديموغرافيك والجيوغرافيك اريا والبيهيفير اللايف ستايل. دي احصائيه جبتها من اي سي نيلسون. المصريين بيعملوا ايه في الاكتيفيتيز ذات دي دو؟ 37% دي جو تو ريستورانتس اند كافيز، 35% دي جو تو سينما اند ثياترز. لو 35% دي جو تو سينما اند ثياترز، انت محتاج تفكر في ايه؟ محتاج ان انت تفكر تعمل حاجه اسمها برودكت بليسمنت. يعني ايه برودكت بليسمنت؟ يعني انت بتعمل اعلان بتاع الشركه بتاعتك، بتروح لمنتج ينتج فيلم، تقول له المنتج بتاعي ده ازاي اقدر ادخله وذين السيناريو. يعني على سبيل المثال لو هو البطل الفيلم داخل لبنك، وهو داخل البنك بيسحب فلوس علشان هيروح يعمل بيها حاجه، تيجي انت بقى كبنك تروح جاي يلا صور لي وجهه، صور لي هو داخل المكاتب شيك بيتعامل بشكل حلو. فانت بتروج للمنتج والعلامه التجاريه بتاعتك من خلال الافلام. It's all about creativity. Technology is just a tool. Unfortunately, you can no longer reach me like this. خلاص. كله دلوقتي ديجيتال. واتساب بقى كمان من التولز اللي بقت ناس كتير قوي بتستخدمها علشان تبروموت البرودكت. الجروبس ويحط البرودكت، وعايز البرودكت هيجي لك لغايه عندك. منتهى الكونفينينس، لان هو ده احنا بقى اللايف ستايل بتاعنا فيري بيزي، وي دونت هاف، بنقضي وقت كتير في الترافيك، بنقضي وقت كتير قوي في الشغل، بنقضي وقت كتير قوي على السوشيال ميديا. فبقيت انت عايز المنتج يجي لك، ما تروحش انت ليه المنتج. اشكركم جدا 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 جدا.